متابعينا الكرام، متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. النهاردة من محافظة بورسعيد، يعني هنقول طبعا كلنا تابعنا بالأمس الحادث الأليم اللي راح ضحيته 4 من أبناء بورسعيد، سيدة في 50 من عمرها وثلاث شباب طلاب جامعة بورسعيد، اللي طبعا تابعتوا معنا تشييع الجثمان من مسجد الحسين، واللي هنقول بالألاف صلوا عليهم، صلوا عليهم بالألاف. وكانت سبحان الله ليلة فردية أو ليلة وترية زي ما بيقول، سبحان الله لعلها تكون ليلة القدر. النهاردة معانا الحاج سيد برايا عم الطالب محمد خميس، الذي أحد الطلاب اللي توفوا بالأمس. عمه هو اللي وقف أو هو اللي غسله بمعنى أصح. هيحكي لنا طبعا نتيجة انهيار الأم والأب، وطبعا مش عارفين نطلع معاهم لأنهم في انهيار تام، أو زي هما بيقول هو في سكينة، لكن السكينة تعتبر نوع من الانهيار الصامت زي ما بنقول. فهنتابع مع الحاج سيد وهنشوف هيحكي لنا عن تفاصيل اللي حصل امبارح، وكمان هيحكي لنا تفاصيل كتير عن محمد الله يرحمه اللي كان بورسعيد كلها بتحلف بأخلاقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل ما أبدأ الحديث من خلالكم، أحب أقدم واجب العزاء لأسر الضحايا، باقي الضحايا اللي كانت نزلت علينا امبارح، كانت فاجعة بمعنى الكلمة. وثلاث شباب من خيرة شباب، يعني احنا معاصرينهم، هم زمايل مع بعض من ابتدائي لإعدادي لثانوي، اللي من العلوم واللي من أداب، اتجمعوا عشان قدرهم. والسيدة اللي جت معاهم، فإحنا بس بنقول من أمن العقوبة أساء الأدب. كل اللي طبعا قبل ما بنتكلم بنقول إن لازم يبقى فيه حاجة رادعة للحادث اللي حصل. قبل ما نتكلم احنا عايزين نعرف محمد خميس، يعني محمد خميس ده يعني طبعا احنا قلما لما نلاقي شاب النهارده ملتزم، و فسبحان الله حتى انت على حضرتك لو بصيت لطريقه لبس ثلاث شباب دول، لا البنطلون الساقط ولا ده ولا ده، يعني وحتى وملتزمين قبلها بيوم كانوا بيصلوا التراويح مع بعض، فهم بيعينوا بعض على طاعة، فسبحان الله يعني دايما مع بعض. محمد ده كان يعني والدته ربنا يكون في عونها، يعني اللي نعرفه عنها ان هو ضلها ما يسيبهاش تمشي، يعني هي حتى كانت بتشتكي من تحكمه فيها، يعني لا هتروح هنا اجي معاكي، هتروح كان مرتبط بيها ارتباط كل عن اخواته. وليه ثلاث اخوات تانيين، محمد الثاني هم أربع صبيان، ما هو يعني أقربهم لوالدته. وسبحان الله لأن والده سواق تاكسي يعني على المعيشة وأربع عيال، فكان حتى يعني جنب الدراسة بيطلع يساعد نفسه، بيطلع بيشتغل يساعد نفسه. وما فيش يعني إحنا كعيلة عمرنا ما سمعنا عنه مشكلة، عمرنا ما سمعنا عنه أي حاجة زي اللي بتحصل مع الشباب، فسبحان الله ربنا يرحمه ويصبر اهله. يعني كان شاب متدين، ملتزم وسطي، عايش حياته حياه الشباب، طموحاته يعني كان عنده طموحات ان يحققها بالتعليم فسبحان الله سبحان الله. احنا بنقول يعني لا يعز على خلقه. انا رايح امبارح، يعني احنا بنقول انا يعني معتكف ورايح. جالك الخبر ازاي؟ انا جالي الخبر والله، يعني هم بيرنوا عليا، انا في الاعتكاف دايما بقفل تليفوني، فبيرنوا عليا من العصر من حادثه الحادثه، انا ما خدتش بالي من التليفون الا في صلاه العشاء، ببص فرديت قالوا لي افتح النت شوف، فبقى افتح النت لقيت الحادث، جريت على المستشفى. طبعا المستشفى ما تقدريش تقف فيها، الاربع اسر، الثلاث أسر، لأن في أسرة تانية كانت في مستشفى ناصر، والثلاث أسر اللي في مستشفى الزهور ما فيه. أنا رايح وعلى كتفي حمل، إزاي إن أنا هقدر أهدي الناس دي، بحضر كلام أقوله، أحاديث مثلا أقولها. رحت لقيت سكينة يعني غير متوقعة،
انا تحليلي ان اليوم ده مثلا يوم وتري، واليوم روحانيه اليوم نفسه. وطبعا احنا اتفقنا اول ما رحت، اتفقت معاهم ان احنا هنصلي في قبل ما نغسل وقبل اي حاجه. قلت لهم يا جماعه النهارده في حشد في الحسين، هنصلي عليهم في الحسين. فدي خلت يعني الاهالي بورسعيد كلها تصلي عليهم على اولادهم. في نفس الوقت برضه هم السكينه سرقاهم مش حاسين. يعني انا ببص على اللي انا عايز اواسيه، هو اصلا راضي بقضاء ربنا، ولكن يعني حاجات احنا مش متخيلينها. يعني انت، انا حتى قلت لهم على القبر، يعني الحديث اللي ربنا بياخد منك ابنك، الملائكه بتنزل بتقول يعني عبدي ماذا وجدتم عبدي على عبدي، وجدناه يحمد ويسترجع. وفعلا يعني انا واحد من الناس حضرت جنازه اخويا، ابن اخويا، اخويا كان بيحمد ويسترجع. يعني انا اللي رايح اواسيه، هو اللي عنده صلابه وعنده، مع ان انا عارف ان بعد كده ما يقعد وهيفوق ويشوف. يعني برضو كان حاطط ابنه ده ان هو هيبقى سنده. محمد، اخر لقاء تفتكره كان معاه، او اخر مكالمه، او اخر مره شفته فيها؟ هو احنا برضو يعني عشان ما بنتقابلش كتير الا في افراح وكده، كان فرح او احزان. فكان فرح بنتي، وهو موجود وابوه موجود، وهو في المناسبات لازم يجامل، وفي يقابلك في الشارع لازم يجري عليك، مش من اللي مثلا يشوفك لا يطن، لا يجري عليك يسلم عليك يا عمو. علاقته طيبه بالناس كلها. سبحان الله، احنا بنقول، انا بقول الثلاثة دول يعني هو ربنا اختارهم كده، يعني ارسان الجنة. ارسان الجنة. لحظة صعبة قوي، وانت ابن اخوك وانت هتغسله يعني. والله انا طبعا بغسل، بس الوضع ده يعني انا حتى كنت اخد واحد معايا، في محامي بيغسل وعنده فقه في الغسل كمان، لان لا ده امير، الامير ده يعني بيغسل وهو عنده 13 سنة، وعنده فقه. فانا طبعا يعني الحوادث والحاجات دي انا ما بخشش فيها قوي يعني. فجيت عشان لان ده بينزف، وفي نزيف من مناخيره ونزيف من بقه. فسبحان الله امير عنده فقه، فحاولنا طبعا. ابوه قاعد انهار، فقعدته جبنا له كرسي وقعدناه، وبعد لغايه اما نخلص والحمد لله خلصنا الغسل. كان الناس كلها بتشيد بمحمد، النور اللي على وشه، اللي هي علامات الغسل، علامات الايمان اللي موجوده اللي احنا شهدنا بيها يعني. الحمد لله رب العالمين. في نزيف وفي كده، ولكن كله غسلنا وحطينا مقومات تمنع النزيف وتمنع الحاجات دي يعني. والحمد لله، الحمد لله ما خدناش وقت. احنا كنا كل همنا ان احنا، لان الست دخلت تتغسل الاول وعايزين نصلي كلنا مع بعض، يعني قلنا هنعدي الفجر. ففضل الله ان احنا لحقنا قبل الفجر في صلاه التهجد، صلينا الشفع والوتر وصلينا عليهم. يمكن حضرتك كنت معانا في الحسين وشايفه الحشد والجمع بتاع الناس ازاي. فانا واحده من التعليقات الجميله بتقول لي يا حاج يوم القيامه ده، قلت لها ربنا يجعله في ميزانهم. واحنا كنا بنتمنى ان يعني مع الفجاعه اللي احنا فيها، ولكن ده هونت علينا شويه. احنا الناس، انا الناس قالوا انها ليله وتريه، ليله وتريه لعلها ليله القدر. ولعلنا احنا يعني، احنا كل دعائنا، والله انا كل دعائي، انا عارف هم في الجنه، بس كل دعائي ان ربنا يربط على قلب امه وابوه. حضرتك تحدثت ان يوم ساعه امبارح لما رحت المستشفى كان ربنا سبحانه وتعالى يعني رزقوا بالسكينة لسه الحالة دي مستمرة، التلاتة حالة الصدمة. لا هو النهاردة والدته ما تعرفش تتكلم معاها، خلاص بقى، خلاص انهارت بقى، فاقت وانهارت. ولما شفته طبعا احنا دخلناها بعد ما بتغسل، لان ما ينفعش ان هي تخش على الغسل. فدخلناها بعد ما غسلت، شافته سلمت عليه وبسيته. فطبعا ده كله بيتكون بقى لما راحت البيت وكده. النهارده النهارده انا بتصل بيهم، عامل ايه؟ مش عارفين، حتى زمايلها جايين يواسوها، محدش عارف يقابلها ولا عارف يتكلم معاها، هي قاعده مش شايفه حد. طبعا الاب بيبقى متماسك شويه، بس يعني قاعد.
ده ربنا يكون في عونه، حتى اللي عارف يشوف شغله ولا عارف خلاص بقى، هو يعني حاجة راحت منه، حاجة غالية. وبعدين يعني لما الابن كمان بيبقى صالح بتبقى بتفرق، ومتعلم ومجتهد ومتفوق في دراسته. فاحنا بنقول ربنا يصبرهم ويبقى فيه يعني، هم الوقت بعد اللي حصل، بعد اللي حصل عايزين نشوف ثمره، تم القبض عليه صح، تم القبض عليه، بس احنا يعني مش شايفين، عايزين تبقى حاجه سريعه عشان الناس دي قلوبها ما هي اللي بيحصل كله، لان هو تقريبا تحت السن وعربيه معوقين اللي احنا سمعناه فهو تحت السن، يعني لا هيبقى مع رخصه ولا هيبقى، والعربيه مش بتاعته. طب مين يتحاسب؟ مش هينفع يجيب، القانون بتاعنا ما ينفعش ابوه يشيل شيلته، فهيقول ان هو اخدها من وراه، هيقول ان فلازم يبقى في حاجه تريح قلوب الناس يعني دي. المعلومات الاوليه لسه اللي وصلت لكم ان هي سياره معاصي، ان هي سياره ده احنا كلامه ان هو تحت السن. وطبعا يعني طبعا حضرتك انت لو شفت الفيديو يعني حاجه، لما شفت الفيديو لا انا امبارح، انا امبارح كل اللي يجي يوريني الفيديو ما بص، مش عايز ابص له. النهارده انا عيدته 50 مره بالظبط عشان اشوف ملابساته ايه، ازاي ده يعني. هو طبعا اللي انا اتكلمت مع رئيس النيابه المباحث امبارح، فبقول له هو جاي عكس اتجاه، قال لي لا ده هو شد الهاند بريك، الفرامل بتاعه زي اللي بيعملوا خمسات في الافراح، فشد الهاند بريك، العربيه لفت منه فخدها، خدهم بالجنب بالعرض، فعشان كده قضى على الاربعه. الست جايه من ورا، ما سبحان الله وقفت جنبهم، فالاربعه سبحان الله. وانا في المستشفى انا جبت اذن يعني بعلاقاتي ان انا اغسل قبل ما التقرير يجي، مش عارف المفروض ما يتقالش الكلام ده، بس هو حصل يعني الحمد لله. الناس اتعاونوا معانا، الامن ومأمور الزور بشكره وقف معانا جامد، فانا لقيت الناس بتندهل، يا حاج سيد اختنا جوه، الحاجة رضا طلعت جارتي، يعني هي ساكنه في الطاقه الشمسيه ووالدتها ساكنه ورانا، ورا المسجد اللي انا فيه، فدخلناهم غسلهم بحيث ان احنا نلحق كلنا مع بعض. اول واحده جت ودفنت، واحنا جينا وراها، احنا استنينا بتاعه مستشفى ناصر عشان نبقى الاثنين مع بعض، فالحمد لله بفضل الله جينا. فالامر صعب. بيقولوا سمعنا كده وشفنا ان مجرد انتوا لسه مشغولين بالغسل وبالاجراءات بتاعه الدفن، وفجاه طلع لنا محامي كده فجاه مره واحده من اللي بيرموا نفسهم ويقولوا احنا بتوع الناس اللي قضايا الراي العام، ان هم بيحبوا ان يصيروا. لا لا بص حضرتك، الناس كلموني وكلوني. بص حضرتك، انا بالنسبه لي انا اعتبر كبير العيله عندي، فهم لما يعني انا كنت موجود، وهم كلهم كانوا ملغيين، يعني انا اللي كنت بعمل الاجراءات، وانا اللي بمشي مع بروح للمباحث وبروح كده، فما اعرفش حاجه عنه، ولا حتى النيابه، المباحث والنيابه لما كانوا بيجي يكلموني، طب استاذ سيد ابوي، قلت لهم يعني سيبونا ندفنهم وبعد كده عشان الحشد اللي في المستشفى ده يمشي، وبعد كده بقى ابوه انا هنتعامل، احنا هنشوف، هنجيب محامي، هنشوف، ما احنا مش هنسيب حقنا او حق يعني. المفروض ان انا رايي ان هم يتجمعوا الاربعه ويوكلوا محامي، يكون محامي اهل ثقه، انما لغايه امبارح ما فيش حاجه. الكلام ده، الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده جديد عليا. ما فيش محامي لا لا لا، ما فيش اي حاجه. واقعه غريبه جدا، ان لسه العيال جوه المستشفى، ما فيش ولا تغسلوا. اصل حضرتك هتتكلم في ايه، ومين هيتكلم في فلوس، ومين هيتكلم في تعويض؟ احنا نوصل الرساله انكم متمسكين، هتلتزموا بالاجراءات القانونيه. اكيد طبعا، القضاء المصري العادل ان شاء الله باذن الله، يعني بحثا عن الحصول على حق مش بس محمد خميس، لكن الاربعه، الثلاثه والسيده، يعني السيده دي اللي انا اعرفه عنها ان يعني هي زوجها برضه راجل ارزاقي، وهي اللي بتعينهم على تربيه الولاد، ويعني هتسيب له فراغ جامد. بعض هو مش الاهل الضحايا امبارح يعني النهارده بداوا يطلقوا استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي، ان بالضروري ان محمد نقوم ب يعني ازاله الفيديوهات او الفيديو بتاع الواقعه، يعني شايف
ايه الافضل ليكم، نسيب الفيديوهات تفضل متسابه ولا؟ هو المفروض تساب، عشان يبقى فيه حتى رد فعل وتعاطف الناس معاها، ويبقى تبقى موضوع راي عام، لان لو ما اتكلموش وحصل فالموضوع ممكن هنقول مثلا لو الشاب ده ليه معارف، ليه وسايط، ليه كده. احنا طبعا ما بنشككش في نزاهه القضاء ولا في الامن عندنا، ولكن ان شاء الله ما يبقاش القانون، لان احنا قانوننا فيه ثغرات، يعني ممكن يبقى فيه هيقف المتهم امام قضاء المصري العادل ويلقي الجزاء المناسب ليه، اللي اكيد طبعا ان شاء الله نتمنى انه يريح قلوب اهل الضحايا وسواء الثلاث طلاب والسيده. يعني خلص تعزيرا حضرتك، ربنا يبارك فيك، ربنا مستمرين في متابعة. هو بس تعليق بسيط، يعني ده الموجه لحي الزهور، هو تقريبا حي الزهور والمناخ، لان الشارع 23 ديسمبر مقسوم. الشارع ده من ساعه ما عملوا الاشارات وهو مفتوح، مفيش مطب فيه. وطبعا كليه علوم احنا بتحصل كتير، احنا النهارده المدارس كلها قدامها مطبات، فده كليه العلوم دي والصيدله داخلين خارجين منها، والمكان والعربيات بتيجي عشان تلحق الاشاره بتبقى السرعه غير عاديه. فالمفروض يبقى فيه يعني اداره الطرق تبص عشان نتلاشى اي حاجه، اي حادث تاني كده باذن الله. اكتر من حادثه حصلت في نفس المكان، كتير. ان شاء الله يتم الاستجابه لاستغاثه حضرتك. بشكر حضرتك وبشكر الاستاذه سعاد، ربنا يبارك فيكم. متابعينا الكرام، وموقع مصر في كل مكان، تابعوا معانا تابعتوا معانا الحادث المأساوي اللي حصل بالأمس، واللي راح ضحيته 4 أشخاص من محافظة بورسعيد، منهم 3 طلاب وسيدة. والثلاث طلاب طبعا كلنا شفنا وتابعنا الجنازة المهولة اللي كانت ليهم، وكأنهم كانوا عرسان بيتزفوا إلى الجنة. ربنا يصبر أهليهم يا رب، ويلهمهم الصبر والسلوان، ويدخل أبنائنا وجناته يا رب يا رب كده. هقول يعني انا بصراحه مش لاقي كلام اقوله، لان وجعونا كلنا، كانت بورسعيد كلها بتصلي عليهم امبارح، كانت ليله وتريه لعلها تكون ليله القدر، ويكون يا رب كده بيتزفوا زي ما قلت عرسان الجنة. شكرا متابعينا الكرام، متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان، كانت معكم سعاد الديب من محافظة بورسعيد.